أنا هيئتي لح أفتح مكتب للحبيبة والعشاء. سم الموت إشاعات وحكي عدوين. حكي عدوين. رجعي راسك هيك شوي لورا. أيوة يلا جلسي جلسي جلسي. ايه ها والله انك شاطرة يا خلود وخرجك تفتحي صالون حلاقة. بعرف بس إيهابا بيخليني اشتغل بغار علي كتير. هلأ إذا حطيت عليهم الإشارة ما بيخفسوا؟ ها ها معناها أنت رايحة تشوفي مو هو يلي جاي. دخيلك أنت وتحليلاتك. ايه بقي حطيه بس لا تشدي خليه مرخي شوي. ايه وشو الفايدة إذا منساوي إشعاراتي ومغطيتهم بالإشارة؟ ويعليكي إذا صحي ليش لما بتضلي معه بتضلي بالإشارة؟ استغفر الله العظيم ما بدي ضل معه. هو رندفوع على الباب يعني ما رح نكون لحالنا. ودخلك شو بدك تاخدي له معك هدية مصاصة؟ ليك يا رباب موجودة روحي تعلمي منا. اسمعي لما بدك تحطي الإيشار بتخلي طاق أطول من طاق مشان يصير أطول. وقت بدك تشوفي وانت واقفة بتمدي إيدك من دون ما ينتبه لورا ظهرك بتمسكي طرف الإيشار وبتشدي شدة صغيرة لتحت بيقوم بيسحل الإيشار وبيسحل الشب الكبة وبيروح نيفة. يخرب بيتك يا خلود.